من الأردن الخبيرة التربوية الدكتورة روان أبو العزم. دكتور روان، أهلا وسهلا وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. الله يخليك دكتورة. صباح الخير دكتورة روان. بداية، يعني هل التكنولوجيا للأطفال لها مضار ولها منافع، ولا هي كلها مضار بس؟ لأنه دائما بيقال لنا أن هي مضار فقط. هلا الطفل ينولد في طبيعة الحال هو صفحة بيضاء. العادة الاجتماعية والظاهرة الاجتماعية للأسف استخدامه وبتكرار ولساعات طويلة للأجهزة الخلوية أكيد هي في سلاح ذو حدين، هناك مضار وأيضا هناك إيجابيات، بس لكن للأسف إذا امتدت لساعات طويلة واستخدامه بشكل يومي وبشكل ساعات تتعدى الوقت المسموح أكيد هناك مضار كثيرة وآثار سلبية للأسف. ما هي هذه المضار وما هي هذه يعني المميزات أو المنافع ربما؟ المضار هلا عم نحكي عن الطفل، لو نحكي في عام الاطفال اقل من عامين يمنع منعا باتا نتيجه التوصيات العالميه ونتيجه الدراسات، هناك قاعده متفق عليها ان الطفل اقل من عامين يمنع منعا باتا جلوسه امام الشاشات او استخدامه وتواصله للاجهزه الخلويه. وهذا ينطبق على جميع البرامج حتى التعليميه، وهذا هذا عكس توقعات الاهل، انه بحبوا الاهل يقعدوا اولادهم يتعلموا اكثر او يكتسبوا لغه جديده، او هذا عكس توقعات الاهل للاسف. يعني الكثير يعتبر انه التكنولوجيا هذه هي وسيله للتعرف ايضا دكتوره، عفوا، يعني او وسيله للمعرفه كما هي وسيله للتواصل كما هي وسيله للترفيه، فبالتالي ليه دائما نهاجمها كانما هي وحش مفترس؟ هي لو احنا نركز على العدد على سنوات الطفل شو المسموح، يعني مثلا من عمر سنتين فما فوق، نحكي من سنتين لست سنين، اوكي بنقدر انه نخليها ساعه خلال النهار، يعني 7 ساعات خلال الاسبوع. نعم. تكون ترفيهيه، تكون تعليميه، يمكن نستخدمها باسلوب ايجابي، انه مثلا تكون انه يتلقى معلومات، يستخرج معلومه هو يبحث عنها، تسليه طبعا ضمن مراقبه شوي الاهل، ما مش انه نترك الموضوع على الطفل، لانه اذا تركناه على الطفل رح يستخدمه لالعاب ترفيهيه اكثر. لكن دكتوره روان، هو السؤال هنا انه ليه؟ يعني ليه التكنولوجيا بتسبب عند الاطفال ربما مثلا من المعروف ومن المشهور قله التركيز؟ ليه؟ يعني ايه العلاقه هنا ما بين ان انا اسيب طفلي للتكنولوجيا وتقلل تركيزه؟ ليه؟ هلا قبل العامين بيكون الطفل يعني نمو الدماغ عنده سريع وبشكل سريع جدا، والاستفاده من المعلومه تكون عن طريق الانشطه الحركيه والانشطه الجسديه وتواصله مع الافراد، تواصله مع البيئه الداخليه للطفل، وليس انه عن تلقي المعلومه عن طريق الايباد او الايفون او السمارت فون او الالعاب الالكترونيه. فهذا بيحدث خلل في النمو الطبيعي للطفل اقل من عامين. هذا كله متفق عليه ونتيجه دروس وابحاث. هلا في بعد من نقول لسنتين لست سنوات برضو ايضا اللي عم نحكي عن الانشطه البدنيه كيف انها افضل كثير للطفل، ساعات الجلوس عم نحكي عن قله التركيز لما تزيد عدد ساعات الجلوس، اوقات كمان التواصل الاجتماعي بيؤدي الى العزله، بيؤدي لا سمح الله الى الادمان لما يزيد عدد ساعات دائما الطفل جالس وبشكل مستمر امام شاشات التلفاز او امام الجهاز السمارت فون، هذه كلها بتسبب ادمان. وايضا العزله، بنحكي لا سمح الله عن التوحد واطياف التوحد. الدكتورة عفوا، يعني أنا بس ذكرتي نقطة مهمة جدا إلا وهي الإدمان. أنا فعلا يمكن مرة قرأت دراسة تقول أنه الأطفال ممكن يصلون إلى مرحلة الإدمان بمعنى الكلمة، يعني كلمة الإدمان أعتقد برأيي أنا بمفهومي يعني كلمة كبيرة جدا، وبالتالي يكون لها أعراض. ما هذه الأعراض اللي ممكن الأبوين يشوفوها ويقول لا خلاص إحنا لازم نتخذ خطوات جادة للقضاء على هذه الظاهرة مثلا؟ إدمان الطفل بيكون جلوسه أكثر من 6 ساعات في اليوم على أجهزة الخلوية أو الجهاز، إحنا بنسميها بشكل عام سكرين تايم. نعم. في التربية بيكون أكثر من 6 ساعات، مجرد ما تسحب منه الجهاز أو مجرد ما يعني تحاول إنك تسيطر بيعصب وبتشتت وبتحسه إنه هو بالضبط زي المدمن لما تسحب منه لما تسحب منه الجهاز بيعصب وبقل تركيزه، ويمكن إنه يحاول يدور عليه
عليه أو ياخده ويتخبى فيه جوا غرفة ويغلق الباب على نفسه، بتحس انه كثير صار في عند الاطفال قلق وسهر وعدم انتظام في ساعات النوم. نعم. اوقات يوصل لفقدان الشهيه عند الطفل، هاي كلها عوارض بتدل على انه هناك ادمان على هذه الادويه. هاي عوارض عندنا احنا موجوده ككبار. دكتوره احنا ككبار يمكن عندنا هذه العوارض، نفضل على اجهزه الهواتف والايباد وغيرها اكثر من 6 ساعات ونتضايق لو فصل النت او خلص الشحن ونخلي بارتبل تشارجر جنبنا. ده انت يا عمر. لا كلنا احنا الكبار. احنا هلا الطفل يقلد الكبار، احنا كلنا متفقين عليه، سواء طفل 6 سنين 7 سنين 8 سنين حتى ال 12 سنه القدوه والبيئه المحيطه هو بحب يقلدها. صح. احنا ساعاتنا وهيك جلوسنا امام الهاتف وعدم تخلينا عن الهاتف على فكره، حتى واحنا بندرس اولادنا واحنا بنطبخ الطبخه واحنا يعني بتحس عنا احنا ككبار ادمان وتعلق. صحيح. شديد بهذا الهاتف، فالطفل بقلده، ما نحرمهم من شيء ونطلب منهم شغلات واحنا بنتصرف قدامهم. صحيح. متعلقين بهذه الأزمة للأسف قدام أطفالنا. دكتورة روان، حضرتك ذكرتي أكثر من مرة أنه الطفل قبل العامين ده بيأثر طبعا. التكنولوجيا بتأثر عليه بشكل سيء جدا. طب بس إحنا اللي بنشوفه دلوقتي كده، يعني دلوقتي في جيل بعد جيل اللي هو ما يسمى بالميلينيالز أو اللي هم الألفيين، دلوقتي في جيل من الأطفال مدمن التكنولوجيا من قبل ما بيتكلم ومن قبل ما يعني يبدأ يتخاطب مع الناس، وبالتالي هي لسه في طبعا الدراسات بتشوف الجيل ده هيبقى شكله عامل ازاي. حضرتك شايفه ايه؟ يعني حضرتك شايفه التكنولوجيا دي على طفل لسه ما بيتكلمش ولسه ما بيعرفش يعبر عن نفسه ان هو يبقى قاعد ليل ونهار مدمن لتكنولوجيا زي دي، شايفه شكله هيبقى طالع عامل ازاي؟ يعني الاجيال الجايه دي هتبقى عامله ازاي؟ هلا في دراسه على 11,000 طفل، اعمار الاطفال من 8 اشهر الى 2.5 سنين بالضبط، انه توقعات يعني تعكس عكس توقعات الاهل، انه الطفل اللي يتعلم من 6 الى 8 كلمات اقل من الطفل اللي يتعلم خلال الانشطه التعليميه. او خلال الغرفه الصفيه. ففقدانه للغه، فقدانه للغه التعبيريه، المهارات التواصل الاجتماعيه ايضا، حتى في اطفال بصير عندهم عزله، خوف من انه يتواصلوا مع اصدقاء لإلهم. يعني هاي بنحكي عن مخاطر اجتماعيه كبيره للاسف اذا ما انتبهنا وما حددنا عدد الساعات خلال المنزل. كثير جميل ان يكون هناك نظام داخلي. نعم. او نظام اسبوعي نوضح للطفل عدد الساعات ومكافآت بالاجهزه لغرض يعني نعمل تقنين لاستخدام التكنولوجيا. يعني انا حابب دكتوره دائما انقل وجهه النظر داخلي. نعم، انقل وجهه نظر مختلفه اللي هي مثلا كما هناك يوجد نشاط جسدي هناك نشاط ذهني، والنشاط الذهني يصير عن طريق هذه التكنولوجيا. أكيد. يعني هناك اطفال عمرهم 2 سنين يعرفون الاحرف الانجليزيه على سبيل المثال صاروا بسبب التكنولوجيا، وهذا ايضا شيء ايجابي، او يعرفون كثير من الامور. هناك هناك بعض الايجابيات، بس لكن الافضل بحساب. في الاعمار في السنوات الاولى من اعمار الطفل النشاط الجسدي زي ما تفضلت، الحركي، التواصل الاجتماعي بيكون كثير افضل، وتعلمهم دائما نحكي احنا عن التلقي السلبي للمعلومه، انه الطفل لا يكون هناك له دور، وايضا دائما نحكي على التعلم التفاعلي، هذا افضل بكثير من التعلم عن طريق الايباد والأجهزة الخلوية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الخبيرة التربوية دكتورة روان أبو العزم، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتورة.